أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يقول فلان به عيب خلقي؟ وش الداعي لأنه يقول فلان به عيب خلقي؟ ما له داعي أنه يذكر عيوب الناس إلا إذا استشير. واحد يبي زوجه واسأله عن فلان هذا، قال والله أنا أعرف أن فيه كذا، فيه مرض، فيه مرض، فيه عيب في خلقته. هذه نصيحة، من باب النصيحة والمشورة. أما ما دام أنه لم يسأل عنه ولم يستشر فيه فهو لا يجوز له يتكلم فيه.